رحت فين؟ يعني هكون رحت فين يا سيد؟ انا غايب عن البيت بقالي فترة، مش عرفني بتروح تتسرمح فين؟ يلا اضحك يلا، اضحك. حظك أحلى من أخوك، حتى في الجواز أحلى من أخوك. لو النبي، بأمارة إيه ده بقى إن شاء الله؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إن وردة ليها أوضة لوحديها. كنت عايزنا أتجوز إزاي بقى وأنت وطارق قاعدين في أرابيزي؟ وأوضة أبوك ما شاء الله. لا بتخلى من الجواز ولا من الحريم. أهلاً. لا لا مش بعيد. حاضر، ثلاث دقايق وأكون عند سعادتك في الفيلا. مع السلامة. ثلاث دقايق وفيلا؟ وأنا اللي بعط؟ ده إيه يا رب الخيال القذر اللي نزل علينا فجأة ده؟ من إمتى وأنت كده يا هل؟ يا ابني دي الهانم اللي بحرسها هي وابنها. يلا أنا مضطر أطير، معاك فلوس ترجع؟ معايا طير. طريق السلامة. ما يمنعش برضه رسالة لأخوك تطمني إنك وصلت بالسلامة. حاضر. معلش يا سيد أنا دوشتك معايا النهاردة. نعم. دوشتك يا سيد. بس يلا، بقى تعالى كل يوم. ماشي. بارك من نفسك. أنت كمان. حسابه النبي يا حاج. تعالى يا سيد. صباح الخير يا باشا. قول لي يا سيد، انت اخر مره كنت مع المدام لما نزلت الدكتور مش كده؟ كده يا فندم. عظيم، يعني ما سبتهاش ولا ثانيه. ما اقدرش يا باشا، دي اوامر. عظيم. يبقى شفت الخاتم ده قبل كده؟ شفته يا فندم. ده الخاتم اللي هانم جابته من الجواهرجي اللي في وسط البلد. ازاي يا سيد؟ مفيش يا فندم، رحنا البنك سحبت فلوس وبعدين رجع جابت الخاتم. احنا حتى رحنا للجوهرج يوميا انا فاكر مرتين، لان المره الاولانيه لما الخاتم عجبها المكنه بتاعت سحب الفلوس كانت عطلانه، فروحنا البنك جبنا فلوس ورجعنا خدنا الخاتم. حتى انا فاكر ان سعره يعني كان عالي حبتين. بكام يعني يا سيد؟ ما انا ما حبيتش ارمي ودني بقى باشا، يعني عشان ربنا يبارك لها في الخاتم. بس اللي فاكره يعني انه كان رقم. هو في ايه سعادتك، الخاتم طلع فلس ولا ايه؟ تصور، احتمال كبير. الناس ما بقاش عندها ضمير اليومين دول، بيستغلوا ان المدام خبرتها صغيره وانها طيبه وكريمه. عموما انا هشوف الموضوع ده بنفسي. اتفضل انت يا سيد. على اذنك يا باشا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سماح. حضرتك تؤمر باي حاجه؟ لا اتفضلي انت. تحت امر حضرتك. ممكن اعرف مين دي كمان؟ دي بنت بتشتغل عندي في القريه، لقيتها مجتهده وعندها لغات، جبتها تخدمني انا واصحابي كده من غير ما اعرف. ليه؟ هو انا كمان هستأذنك في اللي هشتغله عندي ولا ايه؟ لما يكونوا هيشتغلوا في بيتي. معلش ام سوري، نسيت انه بيتك لوحدك. يا ابو سيد قاعد لوحدك ليه؟ ما تيجي معايا نروح لمصطفى وبركات في الجنينه ونقعد نحكي. لا يا عم بشير ماليش مزاج. طب اجيب مصطفى وبركات والجنينه ونيجي احنا نحكي معاك؟ لا وكفايه رزالة يا عم بشير، انا هشرب السيجاره دي واخش اتخمد. طب يا اخوي بس ما تطفاش على الارض، انا اللي بتعب في التنظيف الصبح وربنا ولع في البدروم. خلاص حقك عليا، انا غلطان، شايفك متضايق قلت اهزر معاك. اقول لك على حاجه يا سيد، تصبح على خير. انت من اهله؟ ازيك يا عم بشير؟ مش وقت. ما كنتش اعرف ان الشغل فوق كتير وبيأخر لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ انا مش عاوزه اي تلميحات سخيفه لو سمحت. تلميحات؟ انت جيت هنا ليه واشتغلت هنا ازاي؟ مش شغلك. لا ده شغلي. وشغلي قوي كمان. لما اشوفك بعناية دول وانت داخله تقتلي سالم الجرح بخنجر مسروق، وربنا يقدرني والحق المصيبه دي قبل ما تحصل، وبعديها الاقيكي شغاله في نفس البيت، يبقى شغلي. معنى كده ان الراجل ده مش فاضل له كتير في عداد عمره، وبما ان ده الراجل اللي بياكلنا وبيشربنا، معنى كده ان انا كمان شغلي في خطر لو حصل له حاجه، يبقى برضه شغلي. وبما ان السابقه الاولى فشلت فانا مش هستنى لما التانيه تنجح. أول مرة أنا سكت، بس التانية ما وعدكيش. سيد لو سمحت عافيني. عافيني؟ وأنا بعزم عليك بطبق كشري.
عافيك انك تقولي لي انت حاطه الراجل ده ليه في دماغك وقررت تنعمي عليه بلقب المرحوم وتنولي سيادتك شرف حبل المشنقه؟ ايه يا عن امك؟ مالك اتنفضتي كده؟ وانت ما تعرفيش ان انت لو قتلتيه هتتعدمي؟ يكونوش قالوا لك انك هتاخدي جايزه لو قتلتيه. لا حلوه. اللي بيقتل بيتعدم. مع انهم المفروض يدوني جايزه فعلا يا سيد لو قتلته. ليه ان شاء الله؟ جايزة الابنة المثالية، البنت اللي قتلت ابوها. ايوه يا سيد، سالم الجرح يبقى ابويا. سلامة يا غضنفر، عايز منها ايه؟ مش كفايه مرجعها دمعتها على خدها؟ سيبها في حالها الله لا يسيئك. اعمل حسابك يا أسقس، الدكش هيعدي بكره عشان يكمل اللي ما كملش. انا اصيله وبفهم في الاصول. ها يا حبيبي، ما تصعبهاش عليك وعليا، خليك حلو، لان انا كده كده هتجوز. لا مؤدب، لا طمر فيك التربية يا محترم. قولي بقى يا شملول، كنت فين من ليلة امبارح؟ ها؟ كنت بايت فين؟ بقولك ايه، أنا مرة حرة وقعدتي لوحدي فتنة، ما ترد عليا يا ولا. ده انت دماغك عالية قوي. انت بتضربي حاجة ولا جابلك حاجة تضربيها؟ طبعا مش مصدق اني بنته. بالعكس، دي سهلة تتصدق، أسهل بكتير من الحاجة التانية اللي انت جايه لها. مش فاهمة. لو فاكره ان ضحكي عشان مش مصدق ان انت بنت سالم الجرحي تبقي غلطانه. عادي بتحصل. انا ضحكي على الهبل والعباطه اللي انت جايه بيها من اسماعيليه لحد هنا. فاكره ان انت هتخلصي على الراجل بالبساطه دي. كان بيني وبينه كم خطوه لولاك. لا لولاك ولا لولاكي. سماح الغضب بيعمي. مسكتك للخنجر والقلق اللي انت كنت داخله بيه على سالم الجرحي كان كبيرك تعوريه. تعويرة كده صغيرة يقوم منها بعد يومين ثلاثة ولا أكن حصل حاجة. كان زمانك حصلت أمك في مكان محدش يعرف لك في طريق. أنا مش بيأسك، بالعكس أنا بفوقك. عارفة اللي زي وزيك لما يقف قصاد محل مشهور بتاع ساعات أو نظارات مكتوب عليه ممنوع اللمس، يبقى أقصى طموح لينا إن هم يسيبونا نتفرج على حاجة من بعيد لبعيد. أهو أنت كده. أقصى طموح ليك اللي أنت تتفرجي. اتفرجي يا سماح.